بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم بالند مختومة، انتين توماتين تومة، ومرحبا بكم عاد مباشرة، والمرابطون ذهلكم ناشرة، ومتوحشينكم وياك مقسومة، وحشتنا على الوجوه مرسومة، وتعبير الوجوه فوق المعانا، ولخضنا نبدؤ خلوكم معانا. الحمد لله حمدا يجعلني عن غير حمدا، والشكر لما أولانا من الإفضال مولانا، وصل على الرسول سانها سلامها قاعد لها بين صادها ولامها. أما بعد، وحد في بلد وقد يعيش سعده، أيها السادة والسيدات والتركب البركة والطافلات والكلات والشركة، أيها المواطن يسوى منين قاطن، مسلمين عليكم السلام ما يوفى، ولسان بلسان وليد مكروف، ولا بين أظمام يقولها الشوفة، ومرحبين بكم ترحيبنا الخاص، وشاكرينكم على التصنات والتخراص. في الحلقة الجديدة من برنامجكم جابت الشبكة سنواصل الحديث عن النظم، نظم الصحابة اللي بدناها في الحلقة الماضية، ونواصل مالي الحديث عن القاف لدراسة النص اللي قلنا عنه لين نبدأ معها إن شاء الله. بالنسبة للنص، النظم قلت لكم عنه من خصوصيات المحضة الموريتانية، من خصوصيات المجتمع اللي هو النظم، أنه علماء تبارك الله نظامة كاملة، وحتى الناس المهمة اللي علماء نظامة، نادر أنك ترى عالم ما هو لعاد ما هو شاعر بعد عود نظامة، نظام على وزن علامة معناها أخباري في النظم. وربما قلت لك عنه هذا هو السبب اللي جعلنا مسلم أو بلاد المدينة شاعر، نظام الكثرة النظم فينا. ومعنا النظم عادة يسهلوا فيه، لأن المهم فيها لا المادة العلمية اللي تعود مثلا مضمون بها، يغير ملي خارج من النظام اللي يعود سلس وزين، وخارج منهم اللي يعود صعيب متعكل واعر عريض. فهو المطلوب أصلا من النظم أنه يعود سلس ويعود هين حفظه، كيف يقولوا مثلا في نظم الأشعار الرومية، يقول لمن أراد حفظه وعس وراء عليه يحفظ ما قد نثر، عرضنيك ساحنا ما نكبر صغيريقا. طالع عن سابق نوفو الثلث الأول من القرآن نكتب لنا بعض الأنظام كيف تهيه وكيف قرة الأبصار. فغير حاجة اللي بعد عن خارج مالي من الأنظام اللي عود فيه بيات صعب عريضهم. نعرف مثلا ديك ساعة يفرصون على نعرضه بيت من قرة الأبصار حي اللي عن صعيب هام صاحب القرة جزاه الله خيرا رحمه الله وقطع عنه قدم جهد كبير. يغير منيت لي أنظام أبات النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ولا أعطاهم التبيات الأربعة ودرفزهم قبل لس الحرف الأول من اسم كل واحد منهم وعدل منه بيت ما هو على يمشي بمثل الصعوبة وديك تعني فرصة على أن نعرضه. قال وهنا أشير لاسم كل منهم بحرف منهم مستقل، يقول معين شاهين عاقين كلغفمين كخمين من معي إلى هنا زكين. إذا متعكلي حتى وإذا قاع ما لابد منه هو النظم يدير منه التسهيل، شي ما قديت تنظم نظمة سلس وسهل خلي عنك نظر أهم هو نقع نظم هو نحفظ ونظر. المبادر النبي صلى الله عليه وسلم قاع ما حد قد حد يحفظ ما نظمه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبارك بهم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب اسمه شيبة، ابن هاشم واسمه عمر، ابن عبد مناف وينقال المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر وينقال قريش، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة وينقال له عمر، ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. بالتالي يارد حد كل حد يعود يعرضهم بعد في الزمن الأول، وداركم ولي زين في التركية ودربوا على عنهم يعود يعرضهم ويعود يعرفهم. حتى صلى الله عليه الله يألف مفروض أنه يعود يعرفهم ألف لاش والله ناظم لاش. هناك قدر من هناك مثلا أمور يعود يتبع أحد والله زاد أهداف معينة يطرح أحد مثل ينظم الله يألف. يعني ما عبد الله يألف قاع في فن ما قطه وألف فيه وإذا قاع شيء زينة وما زالت لا تخلقوا مالي راه يالكم الفنون تطرى والعلوم تجد وخلى الأول ياسر للآخر. والله ما اللي يعود هامه كتاب كبير هامه يختصره إذا يعني الاختصار، والله شيء متطاير في الكتب هامه يجمعه هذا الجمع وهكذا. إذا هناك أمور يلي تجعل الإنسان ينظم الله يألف في هذه الفنون ولا يعود لا هامه دفوته ولا أنه ينظم شيء الله يألفه. وهناك ملي ترجمة هامه ينظم شيء من لغة للغة كيف هامه يديروا من العربي شو الحسانية يقعدوا متاح للناس كامل، هذا أيضا هدف. وكلما كان هناك هدفين والله ثلاثة في النظم كلما كان أفضل وأحسن. ومنزل شيء قد شفت بعد في الموازنة بين النظام الله بين المؤلفات رواية قد قريت هذيك الساعة عن واحد من العلماء مفايش والله زاد معدل الموازنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري. قال مهم فيه الذي تو المقولة الزبدة، قال عن ابن عطية أنه أنقلوا وأجمعوا وأخلصوا، وعن الزمخشري أنه أخلصوا وأنه ألخصوا وأغوصوا. شوف ذاك أنقلوا وأجمعوا وأخلصوا وهذا
أخ ذاك الخلص وهذا الخص وأغوص، شو مزيان ذا. هذا هو الزين عن حد قرأ كتاب والله قرأ نظم والله قرأ شيء، يعود قد يعطيه إنه عنه نبذة مختصرة جدا من ذا الشكل وارد. هذا بعطنا نختار تبع الشباب مهتموا ب بشي قرأه ويقدروا يلخصوا ويعدلوا، لكن مثلا يبقى معاهم ويقدروا يلخصوا ياسم الكتب في ملخصات صغيرة وعدوا بالتالي يرجعوا لها عند الحاجة. بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أثر الصحابة قلت لكم عنها، ما هي مختصة بتعليم المحضر الرسمي، وإنما هي مشاعة للناس كاملة، لذلك ما بعيد عليها تعد مثلا من التراث المشاع للناس كاملة. وعندنا كيف قلت لكم قال له بندة المدح، وهي من صميم موروثنا الشعبي من الفولكلور الشعبي. هاي البندة خاصة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبأثر الصحابة، وهي قديمة حتى أنها أجبرت بعض الكتابات تقول عنها قاع أنها قديمة سابق القرن التاسع والثامن الهجري، كانت موجودة ربما السادس السابع الهجري، معناها سابق مجيب بني حسان سطرة الحسانية كانت موجودة، وكانت ساعة تنظم قالوا عنها باللغة الصنهاجية مضافة ليش من العربية. يغير لا شك أنها طورت عقب ذاك، وهي نوعين المدحة هذه، لأن ليلة الجمعة عادة خصوها الناس الأولى للمدح، ومازال ذاك موروث مازال لا خارج لا معمول به مازال حتى في نواكشوط في الشورى تسمع دائما ليلة الجمعة تسمع المدح. ذا المدحة نوعين، خالق المدحة الكرزة اللي تم تقطع بإسكي إسكي، وخالق المدحة اللي شكل شور عبارة عن لازمة ومجموعة من الكيفان تنقال فيها، وظهر لي عندك اللي فيها إسكي هي الأقدم، وذيك الأخرى جاءت بعد ذلك. هاي اللي فيها إسكي قالوا عن إسكي هذه إنها أصلها تمجيدة لإسكيا اللي هو أول ملوك الدولة الإسكية اللي حكمت في شرق في شمال مالي وشرق موريتانيا، شمال مالي بعد أساسا في جاوة، إنها كان فيها ملك قالوا إسكيا، وعاد يمجد العلماء ويكبرهم ويخلق عنده المدح نوع من المدح تكسع في الموالد وذا، ويتم يقطعوه بإسكي. إسكي كانت تمجيدة لهذا الملك، وربما إسكي هذه هي أول تمجيدة عرفناها إحنا. جاءت تمجاد عقب ذاك، من فات جاءت بنو حسان وجاءت الحسانية وسيطرت عاد خالق التمجاد الآخر ربما. من أشهر هذا الكرز عن يقول كرز هذه المشهورة، تم النبي ماشي يقرأ، وأبو بكر يتبسم له، شد الصديق على بكرة وشد على الأخرى راحيله، ما يتخرص ذلك يوزنها فيها شوية اضطراب، وهذا يدل على أنها قديمة ذيك ساعة ساق أنا عن المد عن ذيك الساعة الوزن ما فات استتب، لأن هم لا المضموم لا يتم هو الروي، غير مرة يجي سابق ساكن حي، مرة سابق مد واوي، مرة مد ياي، مرة مد حتى لا يعقب يجيك حكيمة برجل سرواله كان وازنة تسقيله. أنا عنها بدايات تقريبا محق عنها ذيك الساعة. وبالنسبة لإسكي دخولها مثلا في الموروث ودخولها حتى في الحسانية، يقول عليو المانو مثلا إسكي سيد أحمد فزواني اللي جات أهله بالكلمة ذيك، وكلام بعد عادي لأن شمل الناس قد تعد ما هي عادي عنده. وسكي كانوا مول العلوان عملوا داير شكروا لبسه، وسكي كان طوال الحصران في الناس وعادت من حبسه، وكثر لوني يقيف في الألوان ومست ريق الذكرى يبسة. شوف مزيان ذا، مست ريق الذكرى يبسة. الذكرى بالحسانية معناها تقريبا التنكفارد، حد مثلا جاء لحد بغايته قال له عنه يرجع له الصبح على النهار الآخر والله موعد على آخر الشهر، أي قال ذكرى مس تريق ذكرى يبسة كناية عن صفة ما هي عادية مثل الزين، معناها عنه هو لسان هو أداة ذكرى أداة الكلام، والريق هو الموتى هو اللي يحركه كيف ويل مثلا الماكينة، من أن يبس الريق عد لسان ما تلا يتحرك، بالتالي ما تلا حد يقول ما تلا يذكر ذكرى الحد، هذا هو معنى مس تريق ذكرى يبسة، معناها ما تحد منكفر الحد. هذا مثلا في حالة صعوبة الظروف، في حالة مثلا الصيف من اللي تعود كذا تقرس توس ويعود الحشمة وخالق والله واعر حتى ركل ما مجبور والله ما يعود في الدشرة وتعود ظروف معيشية صعيبة ويعود الحم واعر والحوت واعر ومار واعر لا قدر الله بعد ما الحمد لله ما أعطينا أعطيكم العافية، من اللي مثلا تعود ظروف صعيبة يعوديك الساعة هل مرؤات قليلين والناس اللي مثلا تعرف شيء للناس اللي بغواياها وما هي ياسرة، فهذا الكناية زينة حتى في زيان عندي يعني الشير لهون ياك باطل يعرفوا الناس اللي يدرسوا دارسين مثلا الباحثين الحسانية ذاتها فيها الكناية الزينة وفيها السعارة الزينة وفيها الصور الشعرية والصور البيانية الزينة ندرسوهم باطل عليها كان يعقب يجي حد دارسين والله يدرسوها. المهم عن النظم قلت لك
نظم في البيت التامي نظم الصحابة الطبقة الأولى من البدري. قال يا الله الحنان المنان أعطينا في الدارين أمان بجاه الرسول البرهان عليه الصلاة والتراد والسلام وبهل الفرقان أخيار الصحابة وأوتاد الدين والأساس والأركان بالخلفاء البيمشاد والستة حمزة مرثد بانبو وزيد بو كبشة زاد أنسة مصطح وأخوان العبيدة مول الإشهاد بو حذيفة سالم سينان بو وشجاع أخوها أحفاد رئاب ومحرز بن حرثان عكاشة ربيع أسواد ميل بن غرب بن دودان ومالك ثقف مدلاجة أولاد عمر وعتبة بن غزوان ومولاه ومولاه حاطب زاد مصعب سويبط والغبشان المعاسري مسعود المقداد خباب بن مسعود الشان والشهيد والمناسب زاد الراكب والأرقم بن عثمان مهجع والأرقم بن عثمان وعمار وعيهام الأنجاد بلال وعامر بن سنان مهجع زيد وعامر وولاد سراقة والبكار عيان وبني بخولي والوقاد قدامة عبد الله عثمان ولو معمر خنيس مداد بو سبرة بن سهيل الكان مع أبوه ومولاه سعاد حليف وعبد الله صفوان بو سبرة بن سهيل كان مع أبوه ومولاه سعاد حليفه وعبد الله صفوان وأخوه عمرو حاطب لعاد منهم وهب وعياض وكان والأروى منهم ذوك أعداد المهاجرين والأنصار وأخيرت كبيرة بهل الدار والإيمان والإحسان والإيثار وكبر الخيم في نقع الجهاد ترباه وفي الحرب حرار في أخلاق العقيدة والراد الأحياض المهالك وكبار في الأخلاق وحجة تمجاد سعد وعمر واللوس البار سعد الحارث رافع عباد بولهيثم خوه إذن إلى آخره. بدأنا بالمهاجرين 82 راجل النبي صلى الله عليه وسلم زايد 82 راجل زايد 4 فيهم الخلاف هذا هم المهاجرين ثم يبدأ من فم علوس ثم الخزرج لين خلونا اليوم على المهاجرين الطريقة اللي نظمهم بها حاولت أني نديرهم تقريبا في أقل يعني الاختصار أقل شيء ممكن. ثانيا ترتيبهم حسب القبائل هم خارجين أصلا منظوميا حسب الحروف الأبجدية يديروا أبي وإياس وأوس شكام بالباد بالألف ثم شباد بالباد ثم التاء ثم إلى آخره. غير أنا حاولت أن نرتبهم حسب القبائل إياك يعداك أهون على المتلقي هون على حد يبغي يعرفهم أنه يعرف هذه القبيلة كم حضار منها البدر وهذه القبيلة كم حضار منها وهكذا. إذا نفهم هذا ثم الاختصار حيث أني درتهم تقريبا في 15 بيت اللي هي 30 تافلويت بيت طبعا بين قوسين. بدأنا طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يخص مخصص له شيء قال له السيرة النبوية مجلدات هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة مخصص لهم أيضا كتب ينقال لهم تاريخ الخلفاء هذا أيضا وحدهم ثم الستة المكملين العشرة المبشرين بالجنة لأن عندهم خصوصية خاصة هؤلاء هم أفضل الصحابة وأفضل وهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم والمعتمد عليهم وهم اللي منهم الخلفاء ومنهم منهم المرشحين للخلافة ومنهم رؤساء الوزارات ومنهم الناس باطل الكبار كاملة غير هم اللي أهل بدر كاملين أهل شورى هم أهل هم برلمان البرلمان الأول هم أهل بدر برلمان عمر. فبدأنا قلت لك بالخلفاء الراشدين اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي معروفين عند الناس تقريبا كاملة. أبو بكر قال له عبد الله بن عثمان عثمان هو كنيته يكنى أبا قحافة ولا نعرف قحافة دي كانها واحدة من النات والله شيء ما نعرف ماذا سميها ولا نعرف أبو بكر لماذا سميها لماذا كنية أبا بكر. هل بكر هذا كان عنده طفل قال له بكر أنه دمع علم النبي والله قالوا عنه طفل كان عنده مرومان اللي مرومان الفراسية واحدة بني فراس بن كنانة هي أم عائشة رضي الله عنها وأم عبد الرحمن في قد عدد كان عنده طفل قال بكر وكان نبي أبو بكر ما نعرف. فإذا هذا أبو بكر وأسلم هو وأبوه وأمه ولو حفيد وهذا كاملين صحابة خصوصية عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب العدوي ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب هذو الأربعة هم الخلفاء ثم الستة قد رجعوا مكملين العشرة و الستة هما طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف سعد بن وقاص وسعيد بن الزيد وهذا أمين الأمة عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام هذو ديرهم الأربعة يجوك عشرة هم العشرين بالجنة. في الحلقة الجاية إن شاء الله لين تحاول أن نعطوا كل واحد منهم بطاقة تعريفية على السريع إياك نتخطاه وشور إياك نعرفوا باطلها والرجال كاملين على الأقل معرفة سريعة لو واحد بغى يتعمق يعود يرجع لكتوب التراجم. إذا أيها السادة والسيدات البرنامج يتواصل معك إن شاء الله عقب الفاصل. غار
حرام سقى قلبي مدامته صرفا ولما يقيم للعدل عدلا ولا صرفا قضى فيه قاضي الحب بالهجر مضغدا مريضا بداء لا يطب ولا يشفى نهاري نهر بين جنبي والكرى وليلي بحر مرسل دونه سجفا جريح سهام الحب عاذ به الهوى فأبدى الذي أبدى وأخفى الذي أخفى غرام سقى قلبي مدامته صرفا ولما يقيم للعدل عدلا ولا صرفا قضى فيه قاضي الحب بالهجر مضغدا مريضا بداء لا يطب ولا يشفى نهاري نهر بين جنبي والكرى وليلي بحر مرسل دونه سجفا جريح سهام الحب عاث به الهوى فأبدى الذي أبدى وأخفى الذي أخفى توطنت الأشواق سوداء قلبه فترفعه ظرفا وتخفضه ظرفا يحاول سلوان الأحبة عذلي وهل يجد السلوان من يفقد الإلفا سهرنا فناموا ثم عابوا جفوننا لقد صدقون المره لا يشبه لطفا فحسب المحب الصادق الود قلبه جفا بشكواه مرارة ما يجفى لئن فاتنا عين الحبيب فإنما بآثاره الحسن اكتفى ومن استكفى فإن لم ترن على الشريفة فانخفض لتمثالها واعكف على لثمها عكفا وقف رائما إشمام ريا عبيرها حشاشة نفس ودع جسمها وقفا بدت روضة مسكية نشرة وشكت لطيب شذاها العين وأن تحسد الأنفا فشمر وأظهر كل سر تضمه وإياك والإضمار في الشرح والحذفا مضى سلف في خدمة النعل صالح فكن خلفا فيما تعاطه لا خلفا رأوا تلك في الدنيا الدنية قربة إلى الله في الأخرى مقربة زلفا فهان في تمثال نعلك سيدي مضيت على التحقيق في الوصف كالإشفاء يد سميت في فادح الفقر راحة كما سميت في كفها للعدا كفا ومن قام في الإسراء والحشر خلفه نبي إله الحق كلهم صفا تخذتك كفا دون ما أنا خائف فلم أخش في أعقاب حادثة لفا عليك صلاة الله جمعاء كلها وتسليمه ما طاش عقل وما ألفا.